بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل حديثنا. وفي هذه المرة راح نتحدث إن شاء الله عن الميثود، عن الميثود get. طبعا الميثود get لما نكتبها نبغى حين get salary للأتريبيوت هذه. طبعا كل أتريبيوت اتفقنا لها get و set، ونذكر مرة ثانية بالرسمة اللي رسمناها. كل أتريبيوت هنا عندنا first name, last name, salary, ID، كل واحدة منهم من الأتريبيوت حقت الامبلويي هذه اللي هنا لها set عشان نضع فيها قيمة، لها جيت عشان ناخذ منها قيمة. طيب ففي ال في الاتريبيوت في نجي نكتب الجيت، لازم لما نجي نكتب الجيت لازم نكتب الريتيرن تايب. الجيت هذه وش راح ترجع لنا؟ ترجع لنا سالري. سالري من نوع ايش؟ من نوع دبل. فاذا مباشرة نقول دبل. زين، في السيت كنا نكتب void هنا، بمعنى أنه ما ترجع لنا شيء، لأن الست تأخذ قيمة وتضعها في البرامتر. زين، الست تأخذ قيمة تضعها في البرامتر، ما ترجع لنا شيء، مضبوط؟ فلذلك ما ترجع لنا أي شيء. الجيت ترجع لنا قيمة، فلازم نحدد نوع القيمة اللي ترجعها. إذا كانت الميثود ما ترجع قيمة زي الست، فإن نضع نكتب كلمة void. زين، هنا كتبنا double، فكتبنا public double بعد كذا get salary. وزي ما قلنا انه الاسم هنا متعارف عليه، ماشي على العرف، تكتب get small بعدين تاخذ اول حرف من الاتريبيوت تحوله capital وتكتب باقي اسم الاتريبيوت، وبعد كذا القوسين هنا. واي get يكون فيها return، وهذه طبعا يفضل اني اكتبها، خلي اكتبها يعني بلون مختلف، حتى لازم تكون موجوده return. زين، اللي هي يعني اني ابغى ارجع، وهنا اللي تبغى ترجعه. فأنا أبغى أرجع سالري، فأقول سالري. زين، إذا الميثود هذه كيف راح نستخدمها؟ خلينا نشوف كيف راح نستخدمها الآن. نفرض أننا مسوين employee. زين، ولنفرض أن قلنا e.set salary 5000. إذا بعد تنفيذ هذه، هذا الامبلوي اي والسالري حقه راح يكون 5000 استخدام السيت. زين، بعد كذا الان الجيت، الجيت راح تقرا لنا قيمه السالري هذه، راح تعطينا القيمه هذه. طيب القيمه هذه وش نسوي فيها؟ ممكن اننا نطبعها، ممكن اننا نسندها المتغير. خلينا نحاول نسندها المتغير، فنقول دبل دي او يو بي ال اي دبل مثلا اس al gets e dot get salary قوسين فاضيات. ما في parameters لان ما نبغى نعطي الجيت قيمه عشان تحطها في الـ في الـ في الـ في الـ في الاتريبيوت او البروبرتي سالري، لا نبغاها هي تعطينا قيمه الاتريبيوت، فلذلك تكون القوسين هنا فاضيه. لكن بالمقابل لاحظ اننا راح نسند القيمه اللي تعطينا اياها للفاريبل سال. زين، طيب لما يجي التنفيذ كيف راح يكون التنفيذ؟ راح تبدا طبعا راح تبدا دائما التنفيذ من هنا. زين، ننفذ هذا، نجي ننفذ هنا، مضبوط؟ اذا نفذنا هنا نوقف التنفيذ، نروح ننفذ السيت. طبعا انا مسحت السيت من هنا، ننفذ السيت ونضع 5000 في سالري. بعد كذا ننتهي من تنفيذ السيت، نرجع للتنفيذ هنا. فإذا هذا انتهينا منه. نجي الآن هنا، مضبوط، نجي التنفيذ. طبعا عندنا assignment، إذا كان عندنا assignment دائما نبدأ باليمين، هذه قواعد تعلمناها سابقا، دائما نبدأ باليمين بعد كذا نبدأ بعد كذا نروح لليسار. فإذا نبدأ باليمين، اليمين assignment لازم يكون expression، وهو في الحقيقة هنا method expression، هذا شيء نوع من expressions جديد. زين، نسميه method expression اختصار exp method expression. قلنا الاكسبريشن هو اي شيء يعطينا قيمه، كنت ارجع للتنفيذ. فهنا هذه ميثود اكسبريشن هنا، مضبوط، لانها اذا استدعينا الميثود راح تعطينا قيمه، فبما انه يعطينا قيمه اذا هو اكسبريشن. زين، العمليه هذه نسميها عمليه استدعاء invocation او call، العمليه اللي تتم اثناء تنفيذ البرنامج. لكن هذا الان نسميه ميثود اكسبريشن، البنيه اللغويه هذه. زين، طيب خلينا نشوف كيف الان تنفيذ الميثود هذه. يجي هنا ينفذ، يقول اوكي انا ابغى get salary تبع اي، هذا اي عطنا get salary. اي ذكر هنا الاتريبيوت salary نقصد فيها الاتريبيوت salary اللي تبع الاوبجكت اي.
فيجي هنا يروح هنا للتنفيذ، ما راح يرسل اي بارامتر، يدخل التنفيذ هنا، يبدا التنفيذ من هنا. زين خلونا نستخدم اللون الثاني، يبدا التنفيذ من هنا. زين يشوف ريتيرن على طول، يعرف انه راح يرجع، انه هنا انتهى التنفيذ. اول شيء راح ينتهي التنفيذ بما ان في ريتيرن، ريتيرن خلاص ينتهي تنفيذ الميثود، حتى لو في كود بعده هنا ما يهمنا بما ان نفذنا ريتيرن، خلاص ريتيرن اسمه ارجع. وبعدين هنا نرجع قيمه اللي هي سالري. مره ثانيه هنا المكان هذا في اكسبريشن، اي اكسبريشن نحطه هنا مضبوط، الاكسبريشن اي اكسبريشن يعطينا قيمه نضعه في هذا المكان. اذا الاكسبريشن حاجه مهمه جدا، زين لازم تفهمها بشكل مضبوط جدا لان تستخدم اماكن كثيره. طيب تنفيذنا كيف راح يسوي؟ راح ياخذ قيمه سالري اللي هي 5000 وراح يرجعها لنا، فنقدر نضع سهم بالشكل هذا. الان السهم لاحظوا انه راح يكون عكسي عندنا، زين فنضع سهم بالشكل هذا، راح ناخذ سهم هنا يروح لي هنا، واضح؟ اذا ناخذ قيمه سالري هي قيمه التنفيذ الجزء هذا اللي هو الاكسبريشن هذا، زين لما نفذنا الميثود هذه رجعتنا قيمه اللي قيمه سالري، راح ناخذ القيمه اللي هي 5000 هنا، فهنا نقول 5000 مضبوط، راح ناخذها ونرجعها ونسندها الى سال. زين طيب هل لازم نسندها؟ لا طبعا، ممكن ان نطبعها، واضح؟ زي ما نسوي باي اكسبريشن ثاني، ممكن ناخذ القيمه ونطبعها، ما يحتاج اننا نرجعها. فاذا راح تكون قيمه سال هنا 5000. زين ممكن انك تقول مباشره، خلنا نكتب كيف تطبع، تقول system dot out print len e dot get salary. زين اذا هنا اطبع، والاطبع ايش؟ اطبع e dot get salary. زين فاذا هنا لما يجي ينفذ هنا راح يبدا التنفيذ من هنا، زين يقول واضح انه عنده عمليه طباعه. زين يقول لك انا راح اطبع، اطبع ايش؟ اطبع اللي موجود هنا، هذا الاكسبريشن اللي عندي. طيب الاكسبريشن هذا ايش؟ هذا الاكسبريشن عباره عن استدعاء الميثود جيت سالري تبع الاوبجكت اي. يروح هنا يستدعي الميثود جيت سالري، الميثود جيت سالري ترجع قيمه سالري هنا حق الاوبجكت اي، لان استدعيناه تبع اوبجكت اي، تجي ترجع لنا القيمه مضبوط، بعد كذا نطبعها. ارجو ان تكون عمليه ارجاع القيمة واضحة. في ان شاء الله الفيديو القادم راح نشوف ننفذ البرنامج ونشوف كيف يتم عملية كيف نستخدم الجيت. لكن مرة ثانية راح اذكركم هنا انه الجيت السيت عشان نحط فيه قيمة في الاوبجكت في الاتريبيوت، والجيت عشان تعطينا قيمة.